بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي الطلبة. إن شاء الله سيكون هذا اليوم لقائنا الثالث عبر التعلم عن بعد. اليوم بإذن الله سنكمل حديثنا عن الممالك التي بدأناها في الحصتين السابقتين، حيث تحدثنا عن مملكة الطلائعيات ومملكة الفطريات. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الوحدة السابعة، حيث سنبدأ الحديث عن المملكة النباتية. في الحديث أو خلال حديثنا عن المملكة النباتية، سنجد بأن الكتاب قسم هذه الوحدة إلى 4 فصول. أتمنى منكم جميعاً أن تعملوا على إحضار كتبكم وقراءة الدرس مسبقاً قبل البدء بحضور هذه الحصة، أو على الأقل تصفح الكتاب خلال حضورك لهذه الحصة. هذه الحصة ستبدأ بالفصل الأول، والذي يتحدث عن الخصائص العامة للنباتات. في هذا الفصل وخلال الحديث عن الخصائص العامة للنباتات، سنجد أن الحديث يتركز على أهم الخصائص التي لا بد أن توجد في جميع النباتات. فلا يمكن أن نجد نوع من أنواع النباتات إلا وتوجد فيه أو تجتمع فيه هذه الخصائص أو هذه الميزات الخمسة الأساسية. سنتناولها جميعها ونتحدث عنها بالتفصيل، ولكن بداية ستجدون أن المخطط المفاهيمي الموجود أمامكم أو يظهر أمامكم يعرض هذه الخصائص على شكل نقاط. فنجد بأن هذه الخصائص تبدأ أو أهمها أن النباتات كائنات ذاتية التغذية، أيضا أنها متكيفة للعيش في أو على اليابسة، أيضا يوجد لديها ما يعرف بالقمم النامية، ولديها ظاهرة تعاقب الأجيال، إضافة إلى احتوائها على أنسجة متخصصة. سنتناول كل من هذه الخصائص بشيء من التفصيل لنتعرف عليها بشكل دقيق. بداية سنتحدث عن الخاصية الأولى، وهي أن هذه الكائنات ذاتية التغذية. جميعنا يعلم بأن النباتات تمتاز بأنها كائنات ذاتية التغذية، وذلك لأنها تحتوي على عضي يعرف باسم البلاستيدات الخضراء. ونحن درسنا في الصف التاسع البلاستيدة الخضراء وأهم خصائصها التركيبية التي تساعدها في صنع غذاء النبات. ونرد وتلاحظون هنا وجود صورة للبلاستيدة الخضراء من باب التذكير، لنستذكر معا تركيبها. ونلاحظ أن هذه البلاستيدة تحتوي بداخلها على تراكيب تعرف بالجرانا كما درسناها سابقا، وأن بداخلها توجد صبغة الكلوروفيل المهمة جدا في عملية البناء الضوئي. كما أن عملية البناء الضوئي تحتاج إلى مواد أولية غير عضوية، وهي ثاني أكسيد الكربون والماء، اللذان يتفاعلان بوجود صبغة الكلوروفيل والضوء لتكوين الغذاء. والغذاء هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن سكر الجلوكوز. لذلك النباتات تعرف بأنها كائنات ذاتية التغذية، وذلك لأنها قادرة على صنع غذائها بنفسها والمتمثل بسكر الجلوكوز. هذه أول خاصية أو أول ميزة تمتاز بها أو تشترك بها جميع النباتات. الخاصية أو الميزة الثانية أن النباتات متكيفة للعيش في بيئاتها أو للعيش على اليابسة بشكل خاص.
ما هي الخصائص التي تمكن النباتات من العيش على اليابسة؟ نلاحظ هنا وجود صورتين، صورة لنبات كامل وصورة أخرى سنتعرف عليها لاحقاً. هذه الصورة يظهر بها المجموع الخضري للنبات والمتمثل بالأوراق من جهة والساق من جهة أخرى. والمجموع الخضري للنبات مهم جدا في أنها يعني هي المسؤولة عن عملية صنع الغذاء، أيضا هي المسؤولة عن ما يعرف بظاهرة الانتحاء الضوئي، وأوردنا ذكرها هنا. وظاهرة الانتحاء الضوئي أن النبات ينمو باتجاه ماذا؟ باتجاه أشعة الشمس، فنجد أن النبات دائما يميل في نموه إلى الاتجاه الذي تتواجد فيه أشعة الشمس. أما التركيب الآخر وهو ما يعرف بالمجموع الجذري، والمجموع الجذري يتمثل بالجذور، يتمثل بالشعيرات الجذرية، وهي التي تعمل على تثبيت النبات في التربة. ستلاحظون أن جميع النباتات لابد أن تمتلك مجموع خضري ومجموع جذري، هذا من حيث التركيب الخارجي، والمهم حتى إنها تستطيع الاستمرار للحياة أو في الحياة على اليابسة. التركيب الثالث والذي يساعدها على التكيف للعيش على اليابسة ما يعرف به طبقة الكيوتيكل. طبقة الكيوتيكل هي عبارة عن طبقة شمعية تغطي الأوراق من الخارج كما أنها تغطي السيقان. هذا الشكل يمثل مقطع عرضي في الورقة. هذه المنطقة العلوية هي ما تعرف بطبقة الكيوتيكل. طبقة الكيوتيكل أو الطبقة الشمعية التي تغطي النبات الأوراق من الخارج بشكل أساسي، سواء على الطبقة العلوية أو على الطبقة السفلية، لها أهمية كبيرة ومهمة جدا في التقليل من معدل فقد الماء. نحن نعلم بأن الأوراق معرضة لأشعة الشمس. تعرض الأوراق لأشعة الشمس مهم في البناء الضوئي، ولكن بنفس الوقت وجود نسبة عالية من أشعة الشمس يساعد على حدوث عملية التبخر ويزيد من معدل فقد الماء، ولكن وجود طبقة الكيوتيكل يقلل من عملية فقد الماء في عملية تعرف باسم عملية النتح. إذا الاسم العلمي لعملية التقليل من فقد الماء هي عملية النتح. فإذا التقليل من معدل فقد الماء هو تعريف لماذا؟ تعريف لعملية النتح، والمسؤول عن الحد من هذه العملية في الأوراق هي وجود طبقة من الكيوتيكل. هذا بالنسبة لتكيف النباتات للعيش على اليابسة. إذن هي أنا كتبتها هون، المجموع الجذري ويعمل على التثبيت في التربة، المجموع الخضري متمثل بالساق والأوراق ومسؤول بشكل أساسي عن الانتحاء الضوئي، طبقة الكيوتيكل وقلنا موجودة أو تغطي الساق والأوراق وهي لها أهميتين، تحمي النبات من أشعة الشمس حيث تعكس جزء منها، إضافة إلى أنها تحد من عملية النتح. الخاصية الثالثة اللي هي وجود ماذا؟ وجود القمم النامية. وجود القمم النامية، أتوقع بأنه مفهوم القمم النامية مفهوم جديد لم نتطرق له من قبل، ولكن إن شاء الله سيدرس بالتفصيل في العام القادم بإذن الله تعالى. عند الحديث عن القمم النامية نحن نتحدث عن أعلى قمة في الساق وأبعد نقطة من الجذر. فإذا القمة
النامية أو القمم، النامية تمثل أعلى قمة في الساق وأبعد نقطتين في الجذر. نلاحظ بأنه كل نبات يوجد له قمة أساسية في أعلى الساق، ويكون نمو النبات من هذه القمة. أيضاً يوجد جذور ممتدة في التربة، والجذر الأساسي أو الجذر الرئيسي يوجد له أيضاً قمة نامية، وهي تكون أبعد نقطة من الجذر عن النبات. يمتاز أو تمتاز القمتين الناميتين سواء في الساق أو في الجذر بوجود نوع من الأنسجة يسمى بالنسيج المولد أو النسيج المرستيمي. النسيج المولد أو النسيج المرستيمي تمتاز خلاياه بأنها سريعة الانقسام، تنقسم عدة انقسامات متساوية، بحيث أن نمو الساق والجذر يحدث بشكل مستمر ودوري. فنجد بأن الساق ينمو إلى الأعلى، بينما يزيد معدل امتداد الجذر بالتربة حتى يثبت النبات بشكل أفضل، وحتى يكون قادر على جمع أكبر كمية من الماء والأملاح. فإذا القمم النامية فقط يتركز وجودها في الساق والجذر، وتمتاز بوجود نسيج مولد مرستيمي تنقسم خلاياه انقسامات متساوية عديدة، بحيث أنه يزداد معدل نمو النبات من خلالها. الخاصية الرابعة وهي ظاهرة تعاقب الأجيال. أرجو منكم فتح الكتاب صفحة 80، ستجدون في هذه الصفحة صورة نفس الصورة الموجودة أمامكم، وهذه الصورة توضح لنا كيف تحدث ظاهرة تعاقب الأجيال في النباتات، وما المقصود بهذه الظاهرة. ظاهرة تعاقب الأجيال أي أن النباتات خلال نموها تمر بطورين من النمو. يوجد ما يعرف بالطور الجاميتي والطور البوغي، وسنتعرف الآن من خلال هذا الشكل على الفرق بينهما. بداية سنستذكر معا مفهوم 1N أو 1N و 2N أو 2N، اللي هي خلية أحادية المجموعة الكروموسومية وأحادية ثنائية المجموعة الكروموسومية. تحدثنا عن هذان المفهومان سابقا، وتعلمنا بأن الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية هي خلية تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، أما الخلية أحادية المجموعة الكروموسومية فهي خلية تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الأصلي، وهي عبارة عن جاميت أو عبارة عن خلية جنسية تستخدم في عملية التكاثر. سنبدأ في دورة النبات من الطور الجاميتي. ما المقصود بالطور الجاميتي؟ الطور الجاميتي يعني وجود جاميتات مذكرة ومؤنثة. عندي جاميت ذكري وجاميت أنثوي، ونحن نعلم بأن الجاميتات تكون ماذا؟ أحادية المجموعة الكروموسومية، تحتوي نصف العدد الأصلي من الكروموسومات. عند حدوث عملية الإخصاب، أي أن الجاميت الذكري يعمل على إخصاب الجاميت الأنثوي، يتكون ما يعرف بالزايغوت أو البويضة المخصبة. الزايغوت أو البويضة المخصبة، ما رقم المجموعة الكروموسومية له؟ يكون عبارة عن خلية ماذا؟ ثنائية المجموعة الكروموسومية. أرجو منكم أن تكتبوا جنب الصورة على الكتاب 2N، عند الجاميت نكتب 1N حتى ما ننسى بأنه الجاميت أحادي المجموعة الكروموسومية، بجانب الزايغوت بنكتب 2N حتى ما ننسى بأنه الزايغوت أصبح خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية، كما يجب كتابة مصطلح بويضة مخصبة حتى ما
نشعر أو ننسى بأنه زيجوت أو بويضة مخصبة هو نفس المفهوم. هذا الزيجوت أو البويضة المخصبة الذي أصبح ثنائي المجموعة الكروموسومية يمر بعدة انقسامات متساوية. الهدف من الانقسام المتساوي في هذه الحالة هو زيادة عدد الخلايا، فبدل ما كان هناك خلية واحدة نتيجة المرور بعدة انقسامات متساوية، ماذا تكون لدينا؟ ماذا يظهر في الصورة؟ يظهر لدينا كتلة من الخلايا، وهذه الخلايا جميعها خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية. وبهذه الحالة نكون قد وصلنا إلى الطور البوغي، بحيث تكونت لدينا المحفظة البوغية. هذه المحفظة البوغية تحتوي بداخلها على خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية، اللي هي الخلايا اللي نتجت من أين؟ من الانقسام المتساوي للزايغوت. هذه الخلايا الموجودة في المحفظة والتي هي ثنائية المجموعة الكروموسومية تبدأ تنقسم انقسامات منصفة. ما هو الهدف من الانقسام المنصف؟ الهدف من الانقسام المنصف الحصول على جاميتات، صح؟ الانقسام المنصف رح يكون لي جاميتات. الجاميت رح يكون شماله أحادي المجموعة الكروموسومية. في هذه الحالة يطلق على الجاميتات الناتجة من الانقسام المنصف للخلايا البوغية باسم بوغ، والبوغ يكون أحادي المجموعة الكروموسومية. أرجو أن تكتبوا بجانبه 1N حتى لا ننسى بأن البوغ أحادي المجموعة الكروموسومية. هذا البوغ يعود وينقسم عدة انقسامات متساوية حتى يزداد عدد الأبواغ في داخل ماذا؟ المحفظة البوغية. هذه الأبواغ هي نفسها الجاميتات التي ستكون الطور الجاميتي، ونعود مرة أخرى بحيث أنه تحدث عملية الإخصاب وتتكرر الدورة مرة أخرى. بهذا نلاحظ بأن النبات لا يمكن أن يمر بإحدى الطورين دون الآخر، فلا بد أن يمر النبات لا بد أن يمر النبات بالطور الجاميتي والطور البوغي ليكمل دورة كاملة من دورة حياته. هذا الكلام جميعه أنا قمت بكتابته هنا كما تلاحظون، وستجدون هذا الكلام أيضا مدون في الكتاب. قراءة الدرس قبل وبعد حضور الحصة ستمكنكم من الفهم 100% لما ورد ذكره بإذن الله تعالى. هاي هون عنا الطور الجاميتي، يوجد عنا هون خطأ في الطباعة، جاميتات ذكرية 1N وأنثوية 1N. هون كتبت لكم إياها بالأحمر حتى ما حد ينساها، بأن الجاميت يحتوي نصف العدد الأصلي من الكروموسومات اللي هو 1N، وبكررها مرة ثانية. وبعد هيك حكينا أنه الإخصاب يكون ماذا؟ يكون الزايغوت. أما في الطور البوغي قلنا انقسامات متساوية تكون هذا الطور البوغي اللي هي المحفظة البوغية 2N التي تحتوي على خلايا تنقسم انقسامات متنصفة، والتي تكون ماذا؟ طور جاميتي جديد. هذا الطور الجاميتي الجديد هو الذي سيعمل على بدء دورة جديدة. الآن وصلنا إلى النقطة الخامسة، وهي موضوع الأنسجة المتخصصة. عندما نقول بأن النباتات تحتوي على أنسجة متخصصة، هون المقصود بموضوع الأنسجة المتخصصة اللي هي الأنسجة المسؤولة عن عملية النقل، والمخصصة لنقل الماء والأملاح من جهة، ونقل الغذاء من جهة،
أخرى. في الصورة الأولى يوجد أو توضح اللي هو المقطع العرضي اللي أخذناه درسناه في الورقة حتى نوضح الكيوتيكل، أيضاً تظهر في هذا المقطع الحزمة الوعائية. هاي هي، هاي هي الحزمة الوعائية التي تحتوي على أوعية مخصصة للنقل، تحتوي على الخشب وتحتوي على اللحاء المخصصان لنقل الماء والأملاح إضافة إلى نقل الغذاء. سنجد بأن اللحاء مسؤول عن نقل الغذاء المصنع في الورقة إلى جميع أجزاء النبات. إحنا أول خاصية درسناها أن النبات ذات التغذية، بما أنه ذات التغذية فتعمل الورقة على صنع الغذاء. الغذاء الذي تصنع الورقة ليس لها فقط، وإنما لجميع أجزاء النبتة، فلا بد أن يكون هناك وعاء وأنسجة متخصصة تنقل هذا الغذاء من الورقة إلى الساق، إلى الجذر، إلى الثمرة، إلى الزهرة، إلى جميع أنحاء النبتة، إلى الأعلى وإلى الأسفل. هاي الأنسجة المتخصصة في نقل الغذاء تعرف باسم اللحاء. في المقابل يعمل ما يعرف بالخشب، والخشب مسؤول عن نقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق. نحن نعلم بأن الجذر الذي درسنا في الخصائص السابقة مسؤول عن تثبيت النبات في التربة، أيضا يعمل على امتصاص الماء والأملاح من التربة. ماذا يصنع بهذه الماء والأملاح؟ لابد أن يعمل الجذر على إيصال هذا الماء والأملاح إلى الورقة، لأنه عندما درسنا معادلة البناء الضوئي قلنا بأنه عبارة عن تفاعل بين الماء وماذا؟ هي عندي هون الماء وثاني أكسيد الكربون. الماء من أين سيأتي؟ سيأتي من الجذور، سيأتي من الجذور. هل الجذر قادر بنفسه على أن يقوم بهذه المهمة؟ لا، لابد من وجود عامل مساعد، والعامل المساعد هون ما هو؟ هو الخشب. فالخشب أو الأنسجة الخشبية هي المسؤولة عن نقل الماء والأملاح من الجذور إلى الساق. الخشب واللحاء إن شاء الله سيتم دراستهم بالتفصيل في العام القادم. هذا بالنسبة لدرس الخصائص العامة للنباتات. هون أنا كتبت لكم ملاحظتين. الملاحظة الأولى إنه في هذا الفصل ستجد عنوان تصنيف النباتات اللي هو صفحة 83، هذا درس غير مطلوب. النقطة الثانية اللي بتمناها منكم جميعا وبأكد عليها إنكم تعملوا على حل أسئلة الفصل اللي هي صفحة 85 وصفحة 86، نعتبرها واجب بيتي يجب علينا أن نقوم به حتى نتأكد من فهمنا لهذا الدرس. كما أرجو التنويه بأنه يجب على كل منكم أن يعود إلى موقع المدرسة الإلكتروني بين الفينة والأخرى لمتابعة الواجبات. كما اعتدنا سابقا أن نعمل على إرسال بعض الواجبات البيتية سواء أوراق عمل أو اختبارات قصيرة بهدف كشف مستوى الفهم لدى الطالب عبر موقعنا. فنرجو منكم دائما العودة إلى صفحاتكم الخاصة لمتابعة الواجبات المطلوبة منكم، وأتمنى أن يصلكم درسي هذا وأنتم بموفور الصحة والعافية وعائلاتكم. وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر لإتمام ما تبقى من المملكة النباتية، والسلام عليكم.